بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد أعمال القلوب باب مهم جدا، وهو توحيد، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. مؤلف شيخ محمد الإمام الرحال كان بصلاة الله على بتام وسائلون ذيس الناس في العربيان الله سبحانه وتعالى بسموتنا ببهر يدكو بتشرين عم سائل يليو قيامون يعني المعنى من يلقى سواب. ما هو التوحيد؟ توحيد بلو مالك هو إفراد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد الله، لا نشرك مع الله أحدا. توحيد بلو مالك الله سبحانه وتعالى بتشرين عم سائل يليو مالك ين كسوكا بعملكو زمان اليوم بعملكو ميو بسموتنا ببهر يدكو عندنا ما كان كسوكا كل على ما تعمل على ما مساسة. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني هذا أمر خاص بالله سبحانه، لا يشارك في أحد، من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا تشرح، أنا أشرحها بعد. نعم. الذي الله سبحانه وتعالى لسو خاص به نبرج، سو خاص به نبرج، ملي باتو نبرج، الله بيتشينيا مالذي نوار. يم توحيد بالله بقيت النتو، بسمو تنا بباريك تنا، እንደዚሁም በአምልኮ ብቸኛ ካስ የሆኑባቸው በእነዚህ አላህን ብቸኛ ማድረግ ነው። ናም ተውሒድ ረቡብያ ማ ሁወ? ይህ ተውሒድ ረቡብያ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጌትነት በጌትነቱ ብቸኛ ማድረግ ይህ ምንድን ነው? እፍራድ ላህ ስብሓነ ወተዓላ ቢአፍዓሊ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በስራዎቹ ብቸኛ ማድረግ አና ላህ ሁወ አልኻሊቅ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እሱኑ ፈጣሪ ወራዚቅ ሪዝቅ የሚሰጥ ምስ ናም وجميع افعال الله سبحانه وتعالى كلنا من الله سبحانه وتعالى سبحانه معنا رزق مسات مجد الهياء وما له من ذي مساسر الله من سبحانه سبحانه لا بتشنيع انه بل يعني انه معنا انه ما كره. الثاني توحيد الالوهيه، توحيد العباده، توحيد العبوديه، شيء واحد. ولثانيا توحيد الالوهيه الله سبحانه وتعالى بعملك بعباده بتشنيع يقول بتشنيع مملك هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده، لا يعبد الا الله. الله بعملكو بتشنيع مملك كالله قال ما انه ما كره يملك الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الطواف. صلاة، صوم، زكاة، طواف، النزل، مساس الإبادة في بمو لا الله بتشاركه. الثالث توحيد الأسماء والصفات. سو سيئو يتوحيد الأسماء والصفات بأن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا في أثبته النبي بمو لا الله سبحانه وتعالى للناس وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. نزل له ملكين ولا الله سبحانه وتعالى أثبته لا الله سبحانه وتعالى للناس. إذا الأسماء والصفات تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة فقط. إنجليوس قل أسماء الناس صفات يا الله سبحانه وتعالى سمنا بها يلي وسلم كقرآن كحديث بالكامل. نثبتها لله. لا الله سبحانه وتعالى الناس تعلم بقول أن نواري في سبتهم يا الله سبحانه وتعالى سمنا بها. وننزه الله عن مماثلة الخلق، لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص. الله سبحانه وتعالى كفطر عن ذلك من مساسا الناتر والدنا الله سبحانه وتعالى فالآي ونبيتا بباريا تنتمون ونبيتا فطر كون الناتر دكا ما كون بباري دكا ما إن كان يعلم بكون فطر قادي المساسا لا يكلم الله سبحانه وتعالى عليم. هل علم الله سبحانه وتعالى مثل علم الخلق؟ لا والله. الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم. يا الله سبحانه وتعالى لك كل فطر وكتنوي بفصم على اللما. نعم. وننفي عن الله كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لا ينفي لنا الرجال لا تعالى لا يهنا السبب لا نقول كنا الرجال الله سبحانه وتعالى كراسه لا ينفي هذا الرجل ودك على قول يا سبب لهم الذي يوم الاثنين كالله سبحانه وتعالى نفي على ذلك تنبال يوم نفي ما لقى من الناس صابر نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم الله سبحانه وتعالى كراسه لا يظلم النفي على ننفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم كالله سبحانه وتعالى لا يظلم النفي ما لقى من الناس صابر لكمال عدله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بفتح مولو سلون مولو يوم فتح بالي سلون الله تعالى ظلما بدلا نفي النار لا يمكن ان نجعل الخالق الكامل كالمخلوق الناقص ان فتعل مول يونا ببالي ببالي مول يونا فتعل الله سبحانه وتعالى ان دكام ان يونا فتو للنار لا يجبام لا يمكن اننا ندرك كيفية الصفات نقول لله صفات تليق به سبحانه وتعالى لكن هذه الصفات لا نعلمها نؤمن بها لكن لا نعلم كيفيتها
አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፋቱን ስናሰብት ከይፍያም እንደዚህ ልናደርጋ ይገባ ማለት በእንደዚህ አይነት ከይፍያ ነው ማለት የሆነ ከይፍያን አስበት በመናባችን እየሳለን እየእንትን እያለን እናስቀምጥለት አይገባ ማለት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፋቶች አሉት እናሰጣለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዳሰጠው ነገር ግን ያን ከይፍያ ልንደርስበት እናቀው አንችልም አልጀነ ወጀት فيها عنب ጀነቱስ ወይን አላ لكن هل هذا العنب مثل عنب الدنيا يا جنتوس ያለ ወይን እዚህ ዱንያ ላይ እንዳለ ወይን ነው ወይ لا አይደለም هل يمكن ان نقول صفه هذا العنب كذا وكذا بدون دليل من كتاب والسنه يا جنتوس ያለ ወይን ባህሪው እንዲህ አይነት ባይ ወይን ነው ብለን እንናገር እንችላለን ወይ አለ መረጃ ከቁርአን እና ከሐዲስ ሆነ መረጃ ሳይኖር انت عليك الرضا والتسليم አንኛ ያለብን ይላል ያንን ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንግግር ወደና አምነን መቀበል ነው الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسي اسماء وصفات انت ليس لك الا الرضا والتسليم تقول امنت صدقت سلمت الله سبحانه وتعالى رسول القران لا سموچن تناغوال باهرياتچن تناغوال الذين الله سبحانه وتعالى سموچنا باهرياتچن بتملكته انيا لا يالبن قالوا يعني الله سبحانه وتعالى هدغال يعني الله سبحانه وتعالى نغغل امن ودن مكبلنا يالبن سميع سبحانه وتعالى يسمع الاصوات الله سبحانه وتعالى سميع نو سموچن دمتوچن يسمعال لكن لا يمكن ان يكون سمع الخالق الكامل كسمع المخلوق الناقص نجدني يا الله سبحانه وتعالى مولى هنا بباني مولى هنا جيتا يسو مسمعت بن اندى دكاما اندونا واندى فتو مسمعت بن ليونا يتلم وحرام عليك ان تقول كيف يسمع بات لاي حرام كل كنوال انديت الله سبحانه وتعالى انديت سمع المالك اي جبار تقول امنت صدقت سلمت امن يالو بلا يعني يا الله سبحانه وتعالى لقدر ونسنا بيتك ابي يالو بلا أن الله ليس كمثل شيء الله سبحانه وتعالى عندما أمسى يقينه لا يماثل أحد عندما سنة مثلك عليه فهو الرب الكامل أسوى الله سبحانه وتعالى مولو يونا جيتانا والمخلوق ناقص فتوضع عندما كان مجناته وقرن مجناته نقمة عنه أدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الله سبحانه وتعالى لمنه بسموته نباري يقول تقول يا رحيم ارحمني رحيم يوم كعزاني يوم كجيتا وإذن اللي ملا الله لما نوع يا رزاق رزقني رازق يوم كجيتا رزق سنتمش يوم كجيتا ورزق ستنيز بلا لما نوع وتسير على هذه الطريقة بس من جنو مقوازي على الدوار أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعليه وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا